بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم دكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن نوع فصيلة من فصائل النباتات. طبعا هذه الفصيلة تنمو في فصل الشتاء، ويعني تتحمل مستويات مرتفعة جدا من البرودة مثل ما تلاحظون. طبعا تنمو بنسب كبيرة جدا في فصل الشتاء، وتتحمل درجة برودة تقريبا 0 تحت، يعني 0 تقريبا أو 5 تحت الصفر مثل ما تلاحظون. طبعا درست العينة تحت المجاهر التشريحية، واكتشفت فصائل كثيرة جدا من الأحياء الدقيقة التي تعيش في هذه العينة مثل ما تلاحظون. اكتشفت يعني طفيليات مثل الفطريات، البكتيريا، الديدان، ممكن تعيش فصائل كثيرة جدا في هذه العينات على حسب يعني العينة. ممكن تعيش أيضا ميكروبات وفيروسات على حسب العينة المتواجدة فيها. وأنا أنصح الباحثين ويعني محبين دراسة هذا المجال بدراسة الميكروبات والطفيليات المتواجدة في النباتات. ممكن تلقون أشياء كثيرة جدا من المخلوقات الحية. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله